عندي سلام. سلام. أمنية حياتي نفهم معلش من نهبط نصور نلقاك، ما عندك ما تعمل؟ الحمد لله يا ربي، والله أنا بدي ما نعرفش عندي ما نعمل، ما عنديش. ديما كيك يعني. تعمل ديما في شارع حبيب بوركيبة. نتساهوك. إيش معناها تساهوك؟ ديجا عيطولي المتساهوك، أنا ساهوك عيطولي. ديما نتساهوك الله غالب. أي. معروف أكثر من تمبري أنا في السونتر فيل. إي تهبط شنو تعمل؟ والله نعمل سيجار ونعمل سواقر ونبقى ندور. ما تتعبش من المشي والجاي؟ لا سبورتيف هكا توا. ونخدم راه. تخدم؟ اه. بي شكون الحجم اللي عمل لك شعرك خلينا نعمل له ريميرسيمون؟ رزوقة. أربعة. وين؟ في باب جديد الموركار. سمير حلال. والرزوقة. تحية للرزوقة. حانو طباء. آه. مش بابا راه. هو اسمه باء. بي تحية للرزوقة، أما كيفاش قنعك بالقصة؟ أنا اللي قنعته بها. كيفاش؟ أنا كيك نحبها خاطر اشتر الفتيات يضربوا في القصة ذاي. اه صار انت بالقصه طايح الفتيات؟ اه مالها واحده ضحكت ولا بي اكثر واحده ضربت في قصتك شنو قتل؟ ما قتليش خاطر عاد واحد معاها هو ما قتليش خاطر بقات بيتها في القصه الكلهم يبقوا بيتين يغزر انت كيف بقيت بيتها؟ لا انا بيتها في حجاب ربي تكذب راه تكذب بيتها في شعري مش في حجاب ربي ليه والله بالحق ولا شعري في هو ما فماش وين قال لي شوف شعرها ايه محلية شوف شعرك انت قال لي قال لي لن اخطانا مثال سايبوه بيت كرسة نقبل النقد نقبل النقد تقبل النقد ايه دام اللي يتعدى علي يا راني حاجة بركة تقبل النقد حاجة بركة القصة شنو قصة شنو رمز به اعطيني رمز شنو تشوف فيها شرك حبيه القصة شرك حبيه في ركحي من عند ربي يا صاحبي هما هما نعم خالتي هما ركحي من عند ربي توا الطفله ما عادش يمشي هي ما عادش انت بشي تخطب راه الطفله باش تولي تخطب الطفله باش تولي تجيك هي للدار تلبس الخاتم راه اصبر شوي بارك انت انا نوع نتاع بنات تحكي لي انا والله يا ربي انوصه وانت تعرف من قبل ما على باليش بهم جمله هذوم انا جات واحده خطبتك وانت ما عجبتكش ها جات واحده خطبتك لا تخطبني ولا نخطبها مالا كيفاش تحكي على طفله تجي تخطب كيفاش تحكي على طفله جهه تخطب جيتي تتبع نصها في المواضيع نتاع البلاد هراك فهمتي علاش قال لي حسيتني الكرم تحاول يعني باب شوي فهمني علاش قلت له كلمتين هذوم علاش قلت له الكلمتين هذوم فهمني انت ماك صحافه وتعرف يعني علاش قلتهم له كلمتين هذوم انت قصته ابهرتني هي هارتي كيفاه مبهوره سولي الطفله تك حطيتي نعرف نعرف برني شيء انا ندخل نلقى ميمتي فرحانه بندور شويه الكاميرا انت رحبت عيني زرق يا جماعه اخطبوها على عيني اسمعني بالليل فرق بعيد بالليل قلت امي لا قصه لا والو وانا اسمعني لحظه قلت لي البنات باش يجوا يخطبوا الاولاد لا قلت لي البنات باش يجوا يخطبوا الاولاد اش معناها تجي الطفله تحكي مع امي وانا نبدا داخل بس حنا كيف فيها انا باش نسال بارك زعما انت نهار اخر مرتك تقول لك اغسل معون باش تقول لها ليه تقول لي اغسل معون علاش ما خذها علاش علاه ما خبون انت شنو ما خبون علاش ما خذها قلت لي كيما امي كيما امي تنظف في الدار وتعمل فيهم حتى هي تخدم شنو ليه صح تعاون مرتك وما فيها حتى عيب ومش عيب يا صاحبي راه كيفاش تاخذ مرا ماكش ما خذها الديكور انت ولا بون هما حاجتين هما حاجتين انا نخدم ونجيب فلوس فهمتني كيما انا نخدم ونجيب فلوس باش نلبسها ونفرهدها كيما هي تنظف عايبه صاحبي بشوي صاحبي مش هذا الكلام هي نهار عايبه صح هي نهار عايبه صح هي نص نهار عايبه طاحت جبرت في ساقاه هي كيك وقالت لك يا فلان برخله للصحن هي كيك ايش باش تعمل انت؟ كيك هي لما تولي عايبه هي كيف فيها التخمام لما تولي عايبه باش تقد انت كيف انا يا خويا ما احلى رجال دوس مش انت ابعد كيف انا نهار اخر كي باش نمرض انا نخدم شنو باش تعمل هاي شنو كي انا نمرض ونتيح وانا نخدم حكي صاحبي المراه هاي صحي لما شنو صاحبي يعني انت تمن بالمراه التونسيه نمن عليه نمن علاش قلت ما ناخذهاش ليه ما ناخذهاش اما نمن قاعد الري صاحبي عندي نسي خواتي معرسين حراير تونس عندنا صاحبك تبدا تحفل حبس على المخدرات ولا على حاجه شكون يجيب لك القفل اسمع لي خير شكون يجيب لك القفه عشيكات امي هم كبر صاحبي هي هي يعطيك الصحه هي كي تخرج انت باش تعمل صاحبي عنا نسير صاحبي رجال راه هي بتبيعها صاحبي هي صح ما عندناش معناها صاحبي راه ونسير كل مره شنو هو نوضه ما يصير
انت كي باش تتحكم ب 20 سنه باش تجيب لك الكوبا علي هافا ما شكون صاحبي محكوم تحت 10 سنين اسمع وروح ومرته لتو معاه ساعه وقت تو ساعه بنات تو صاحبي نحكي البنات تو نحكي على فخار بكري نحكي على فوق صحي نحكي على فخار بابا وبوك صحي يعطيك الصحه نحكي على تو تو رحمة أمي تحب على بكوريس أنت إيش بيك يا صاح أنا نحكي على بنت تو زي بنت تو ندوروا شوية الكاميرات زوز ندوروا إيش بيك تعمل بتروح إيش قطع أنا نحكي بنت تو إيه يحكي معاه بنت تو ينسك بيها مو بيخي عمري من عمري أنت يا حبيبي يغنيكم الله أنا مازلت باش نكبر صاحبي أنا الجينيراسيون تاعي البنات البنات ديجا انا كنت نخمم في الموضوع انت باش ندخل انا الحبس لطفا نخرج باش نلقاها عامله مواذية مش علاش ما يقول لك اصل قبل ما تحصل ما تعرفوش المثل هذايا اصل قبل ما تحصل سنتيم يا اخو امراه ماكش عارفها شنو هي هذيك الام القديمه خاتك مباركه اللي قال لك عليها خاتك مباركه تعرفها جابت يا صاح خالتك مباركه طيب في الكسره ما هي ما طيبش عارف اسمع صاحبي سمعتها سمعتها هكا او بلاش تقدرك وريد وطبع بلا توا صاحبي مالاش باش نتبع باش نتبع امراه مره 80 سنه مالاش باش نتبع كجد قوريه 80 سنه راك تتبع قوريه مصلحه كجد قوريه قوريه مصلحه مالا صالحه تقول مالا حتى تصيب تخو على مصلحه توصي علاش باش تخو على الاوراق على الورثه على قيم عيسى انت على الورثه والله يا ربي لك تجيك واحده لابس عليها ما تجيك واحده المرأة توصي على شيء لا بس انا اما لا والله يعطيك الصحه يعطيك الصحه فسر لي المرأة توصي على شيء باش نخوها على الورث على الاوراق ما عرفش باش تخوها هذيك القوريه باش نخوها على الاوراق دوريت وما تخوهاش